في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة خليل المرزوق بتهمة التحريض على العنف. وأكدت المعارضة في بيان مشترك أنه في ضوء كل هذه الانتهاكات فقد قررت المعارضة تعليق المشاركة في الحوار الوطني، وسوف يخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة على ضوء التطورات كما جاء في البيان. وكانت السلطات البحرينية أحالت أمس خليل المرزوق الزعيم البارز في المعارضة إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية بحسب السلطات. للمزيد معنا الآن من المنامة عبر خدمة سكايب رضا الموسوي القائم بعمل الأمين العام لجمعية وعد المعارضة. أهلا بك سيد رضا الموسوي. يعني إذا كانت السلطة وجهت هذا الاتهام إلى خليل المرزوق، هل هذا سبب كافي لتعليق الحوار الوطني الذي يعول عليه في البحرين لإنهاء أزمة مستمرة منذ أكثر من عامين؟ يعني في الحقيقة أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام، وأعتقد أنه الموضوع ليس فقط بخصوص الأخ خليل المرزوق القيادي في جمعية الوفاق، ولكنه المعارضة السياسية قبل بدء الجولة الثانية من الحوار جلست وتدارست وناقشت النتائج التي خرجت بها الجولة الأولى من الحوار الوطني، ووجدت أن خرجنا صفر اليدين وإن الحكم والحكومة تمارس المزيد من الضغوط باتجاه عدم تحريك الملف السياسي بطريقة صحيحة، وإن الحكومة تستثمر هذا تحت يافطة الحوار تستثمره بطريقة جدا غير معقولة باتجاه أنها تقول للعالم أن هذا الحوار يسير باتجاه صحيح وإلى آخره، وفي داخل البلاد تستثمر في مزيد من الانتهاكات التي تمارس، حيث أننا وجدنا أن مئات المنازل قد انتهكت خلال الحوار الوطني ومئات المعتقلين، وهناك أكثر نحو 100 حالة تعذيب وإلى آخر وتبرئة للمعذبين. هناك الكثير من القضايا التي مارستها الحكومة أثناء الحوار الوطني منذ 10 شباط فبراير الماضي. سيد رضا، ألم تقوم الحكومة البحرينية بتقديم المبررات لما ذكرته أنت من عمليات ربما دهم واعتقالات في صفوف ربما من تراهم يشكلون تهديدا أو تحريضا على العنف وتأزيم الأوضاع في البحرين؟ هل أنذرتموهم أو تحدثتم إلى السلطات البحرينية بأن ذلك قد يشكل عرقلة للحوار ما يدفعنا إلى التعليق في نهاية المطاف؟ ليس نحن من طالب ذلك فقط، بل العالم كله طالب ذلك من خلال الضغوطات التي وجهت إلى الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وكلها هذه توصيات تتعلق بحقوق الإنسان. والدليل أيضا على أن هذه الحكومة لم تستمع إلى أحد منذ أكثر من سنتين حتى الآن، فإن 47 دولة وقعت على بيان في جنيف قبل يومين أذانت فيه حجم الانتهاكات المهولة، ونافي بلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان لأن حجم الانتهاكات كبير رفضت لقاء وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان السيد صلاح علي في جنيف، وأذانت أيضا الانتهاكات، والبرلمان الأوروبي أذان هذه الانتهاكات. إذن العالم كله يدين حجم الانتهاكات وهو على دراية كاملة بأن ما يجري في البحرين هو حجم مهول من انتهاكات حقوق الإنسان، وما توثقه المعارضة ليس إلا غيظ من فيض. نعم، وصلت الفكرة. أشكرك من المنامة رضا الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد المعارضة، شكرا جزيلا لك. في